ما هي الوسائل التي تبعد المرء عن العادة السرية غير الصيام؟ العادة السرية ما تسمى عند الفقهاء بالاستمناء، وهذا شيء حرام، كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أكثر شيء يمنع الاستمناء الزواج، الزواج. ومدام أنت تتكسب فسارع إلى الزواج. ما زلت على مقاعد الدراسة فتؤخر الزواج. أصبحت تتكسب، لابد أن تتزوج، لابد أن تتزوج. فبالتالي أكثر شيء يعين على ترك الاستمناء وهو الزواج. ولا تضع شروطا، لأنه أنت أصلا ما عليك طلب. مين اللي بحط شروط؟ اللي هو النسوان قالت لا تحالن عليه، أنت ما حدا راضي فيك. فأي واحد وافقت شيل، الله يجزيك الخير اللي رضيت فيه. فبالتالي تحصن نفسك، وما لها بنت عمك وبنت خالك وبنت خالتك وبنت عمتك وبنت جارتك كل هذول، وآخر شو بتقول لي ما فيش بنات أتجوز؟ البنات على موجودة بكثرة والحمد لله. فبالتالي إياك أن يضحك عليك الشيطان ويؤخر زواجك، فبالتالي يوقعك في هذا الحرام وهو الاستمناء. فإن لم تستطع لظرف معين، فقال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فمباشرة أول شيء ما يكون عندك وقت فراغ. فالشاب لا وقت للفراغ عنده. اثنين، الاكثار من الصيام. بدك تصوم يوم في الاسبوع على الاقل، تقول لسه الشهوة شغالة، يومين في الاسبوع لسه شغالة، ثلاث ايام في الاسبوع تفطر يوما وتصوم يوما. طيب بعدين ممارسة الرياضة، دائما جسمك تعبان، دائما تعبان، أما حضرتك بتنام للظهر وقايم له كلك شهوات والشياطين بتلعب فيك، لا، لابد أن تتعب، تعمل عمل متعب. إذا أنت على مقاعد الدراسة مارس الرياضة، إذا أنت بتتكسب تكسب دوام يتعبك، انه بدنا نمسكك. لا بتقولي طب طلب العلم، هو انت لا الان انت بتقول الشياطين حواليك، بدنا نحميك لا تنحرف، لا تترك العلم وتترك الاسلام كمان شوي. فتنبه. الامر الرابع، الصاحب. فالذي لا يتكلم معك ولا يثير شهوتك، مش قاعد لي بتمشي مع شباب بيحكوا على البنات وبيحكوا على الكذا. الشغلة الخامسة يا جماعة، اخلص من الانترزفت. الانترزفت وقولت امي انتر كشل رحمة الله عليها، فهذا من اكبر اسباب اثارة الشهوات. طب احنا هيو انت مش بنسمع اخبار وبنسمع عنا ابصارين، طب بتحط لك خبر بيجيك خبر ثاني، ولا طالعت لك واحدة من غير هدوم قولت هذاك اللي قاله. طب ماشي احنا الحمد لله ربنا مكرمنا متزوجين وكذا، طب هذا واحد شاب طلع له هالمنظر هذا بط، انا هذا مركز في اخبار هو المذيعة، كان واحد من الشباب يقول لك مش ما بقدر احضر اخبار، المذيعة هذا طلعت ما اتحملش، هذا ايام ايام التلفزيون. فكيف الآن التلفزيون في جيبتنا؟ فالمعافى فليحمد الله. اللي ما بيستخدم انترزفت
هذا في نعمة كبيرة جدا، بمعنى أنه تصاحبه في جيبه. فبالتالي غض البصر، زيارة المقابر، مجالسة العلماء والصالحين، أسباب كثيرة. فإذا بك تنسى هذا الشيء ولا يخطر في بالك. وأهم شيء دائما تكون جعان، ما تشبع. خبيت مش ملحقين عليك أكل يا زلمة. نام جعان ويمشي هيك من الجوع. أما دائما الكرش إيش؟ منفعش، ما بنفع، شهوتك سوف تثار. فإذا هذه أشياء يعني ينبغي أن تفهمها. وحقيقة اللي بكون عنده هدف في الحياة، خدمة الإسلام، خدمة المسلمين، يصل لمرحلة يكون عنده هدف من وجودي أخدم الإسلام، هذا ما بفكر لا في نسوان ولا في شهوات، بده يخدم الإسلام. اسأل نفسك هل تخدم الإسلام؟ بتقول لي بصلي، الصلاة لنفسك، ما خدمت الإسلام. طب بصوم، الصيام لنفسك، ما بتخدم الإسلام. إيه بروح عمرة، عمرة لنفسك، ما خدمت الإسلام. يا رجل حجيت، الحج لنفسك، ما خدمت الإسلام. احضر الدرس، ما خدمت الإسلام. بدنا إياك تخدم الإسلام. أنت اسأل اللي وصل لمرحلة بدور على خدمة الإسلام، والله لو توقف قدامه عاري ما بقلق فيها بإذن الله. كما قيل لأحدهم عندما أسر، مسلم مجاهد، عندما أسر بده يخدم الإسلام، مجاهد، فأسر بين يدي الكفار، فقالوا افتنوه، فأدخلوا عليه امرأة استغنت بجمالها عن المحسنات عارية، فخرجت وهي تقول بشري شو، قالت والله لا أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر. عنده هدف خدمة الإسلام، أنا رايح أجاهد، أنت جاية، بموت بنحرق ولا إني أشتهيكي. وكذلك من يريد نصرة الإسلام يسهر الليالي يفكر بنصرة الإسلام. يعني أنت بإمكانك تنصر الإسلام، تنشر هالدرس، الدرس اللي حضرته تروح تعلم غيرك. ما تقول لي شو عشرات الأشياء تستطيع أن تفعلها. مرة أنا كان عمري 18 سنة سمعت أحد المشايخ بقول تنصر الإسلام، قلت بدي أنصر الإسلام. أنا 18 سنة عمري، إلي سنتين ثلاث بطلب علم، كان عمري 15 سنة طلبت العلم، 18 يعني طلعت على الشارع، طلعت على الشارع. كنت في منطقة تدعى جبل النظيف، منطقة مكتظة بالسكان، عباب الجامع لقيت أولاد في الشوارع، قلت لهم فوتوا تنصلي، فوتوا تنتوضى، فوتوا تنذكر ربنا. وإلا هم عشرة دخلوا، عشرة أولاد. قلت لهم أنا شو علمي، أنا صغير، 18 إلي سنتين ثلاث بطلب علم، يعني لا يكفي إني أعلم، لكن حماس عندي ورغبة في إيش؟ في أن أعلم الناس، أخدم الإسلام. علمت هذا الوضوء، متعلم أنا الوضوء على السنة، علمتهم صفة الصلاة على السنة، علمتهم التسبيح. بعدين العشرة راحوا جابوا كمان عشرة، والعشرين جابوا ثلاثين، صار عندي 60-70 واحد. بعد إيش يروحوا إيش يجي إيش، صار النظيف كله إيش كله، صاروا يسمون سفيانيين. قال شو سفيانيين هذاك يا زلمة، ايش ذلك؟ وهكذا فاصبح عند يعني مجموع لغاية الان بيسلموا علي هذا الحكي. انا عمري الان 49-50 سنة، يعني القصة هاي قبل ايش 32 سنة، قبل ما تنولد امك بجوز من القاعدين. فقصة قديمة جدا. ففي منهم ما زال يذكرني،
واقول يا شيخ والله انت درستنا وعلمتنا. قلت له مين حضرتك؟ قال انا فلان. اوف انت لو الزلمه مش صار اب، في منهم صار جد، في منهم صار جد مش اب، صار جد، عمره 40 42 سنه 43، متجوز، مجوز بنته البكر ما شاء الله ولا مخلفيت له. فانت اخدم الاسلام، اخدم الاسلام. مره انا كنت نازل نزول نزال في سيارتي وبدي اكسر على الشمال، الباص معي ما زبطش كذا، ايه حطيت لفيرس ورجعت وكذا، وفي سياره البي كبيره واقفه وهالاخلاق، ايه لا زمر لا صرخ لا مش متعودين على ناس زي هيك. فشوف انت كل هالمده هو على الطلوع وانا اللي هذا، ورجعت ولفيت وعدلت وقمت ونزلت وهو ايش واقف كلاتش وديزل وابصر ايش وكذا واقف ولا يتنفس لا زمر لا صرخ لا اي اشي. قلت شو هالاخلاق، صار عندنا سائقين اخلاق عاليه. بلف هيك بقول له شكرا، بقول له شيخ سفيان فرجتي. ولو كان يحضر عندي دروس قبل 25 سنه صار زلم كبير. فانت اخدم الاسلام، اخدم الاسلام، بس تخدم الاسلام ما بيجيش بالك النسوان بالمره، لانه انت بدك اشي صار عندك هدف. فيا ليتك من خدمة الإسلام يا مسلم.